الحدث العلمي إن شاء الله أيضا بيضم عدة فعاليات مختلفة، من ضمنها الورشة العلمية الثالثة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل. الطلبة إن شاء الله من خلال هالورشة بيعرضون يعني تجاربهم. الحدث هذا يستهدف أيضا الناس المهتمين ولهم شغف في مجال الفضاء ومجال العلوم. الحدث العلمي إن شاء الله بيضم مسابقة اكتشاف المريخ هالسنة، شوي أخذنا نهج آخر، فتحنا مجال للجانب الهندسي وأيضا الجانب العلمي. الشيء اللي يميز هذا الحدث أنه لأول مرة يتم جمع بين جميع الأنشطة المختلفة اللي تخص قطاع العلوم والتكنولوجيا والفضاء لجميع شرائح المجتمع، لجميع الفئات العمرية، للمختصين وأيضا غير المختصين والناس اللي لهم شغف في الفضاء. كونوا جزء من هذا الحدث وشاركونا في الفعاليات المختلفة والأنشطة اللي بتكون عنا يوم 21 أكتوبر.